طبعا تعرف يعني. اوكي انا شو سويت؟ كيف عقل المواطن؟ مروان تلودي. مبين عليك انك مروان تلودي من صوتك. اعزائي المستمعين، اعزائي المتابعين، مروان تلودي معانا في الحلقه هنا مباشره. كيف الحال يا تلودي؟ تقول له اذا بده يعمل، لا اذا بده يعمل مصاري خليه يولد. تعرف فكره يسمعونك، ما له داعي انا اقول لهم يعني. بس نصري السلندر اكسجين وايد اوكي ترى. لا يفضي، شو يفضي بس يبغى له وقت. تا 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 كلنا نبرا ترخ. ما ادري انا نسيت وين كنا حاطين بيك، نسيت كل شيء. لا هصب هصب اذا ذكرت. هاي بين من هني بعد بين السحاب. يا اخي بس استوى طويل يا ريال، قام يلعوزنا يوم تلف يمين يسار. صح ايه، عم بسوي العرب اللي اكبر عنا. كيف ترتيب؟ اوه لحظه لحظه لحظه، لا بس بتشيك. اوكي بتشيك شي يبالا. زين اوكي، لازم نكون هني صح؟ اظن اي مكان بس انا مطول الموضوع. زين كم ريسيرش بوينت يبغالنا؟ وين فيها كل ثاني؟ ستة آلاف يبغالها ونحن عندنا 1500. يلا ذهبنا ينيب حبيبي، ينيب وايد الحين. كم عندنا مكان حق كم؟ ستة؟ حق ستة هي. يكفي يا ريال. حلو، تشوف البيكم هني ولا ما تشوفه؟ ايه تربيت يا ريال. كل ما شاء الله يعني يحترق الحين انت وهج ما حصل. ما شاء الله بعد صدقني بعد. شوف كيف يلعب، شوف ما في له يحترق يا ريال صدق. ايه انت احسن واحد في الاكسبلويد في العالم. يا حبيبي درب ترى. تقطيع تقطيع. ملعون لما تشوف كيف يا ريال اداء، كيف يقرص. اظن يقرص اكثر من هذا براحات بعد. مفروض شفت تو اشتغل السولار. هيه بنت طغل. تابع تشوف ترى هل السيت اب مالنا كفي حق العود اظن. يا اكيد، بس هل قال وصل لي ورا دايد شرد كل شيء يعني. الحين يوم بنوصل التثر بيلزق فيه توماتيك ولا مو بحاط التثر؟ احنا حاطينه. اوه شو دعمتنا؟ جايب انت؟ لا في تثر احنا حاطين الصبح. ابغى اشوف بيركب ولا مو بيركب بروح اوتوماتيك. ايه لا لازم تشله وتحطيه. لا شوف انزل انزل منه. شل التثر ولا تحطيه بس؟ ايه بس. شوف كيف شبك اربع اماكن. ايه فنان. هذا الدرب الصعب. شوف 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 لا لا يمين، قلنا بنسوي المغامرة يا اخي نحن. نبى الكف اللي تحت ولا ولا الماتيريال الاول؟ ايوه خلي بالماتيريال الاول. لا الكف الكف خلي حق الحلقة الجاية، عرفت؟ زين؟ ايه احسن بعد. ايه احسن احسن. ايه مسامحة يا حب عي يا حب عي يا مسامحة. اوه اشيل كمباود ولا؟ مو بغلط ولا لا لا اول شيء خلينا نشوف الكبر وهذا برايا الباقي عقب لانه في وايد كبر. اوه ريسيرش يا ستشلا بر. وين صرنا نحن؟ اه هني اقول. أيوة. ترى عادي نضيع مع التثرز نضيعه. مكان عود. ايه بس ما بنختنق يعني. والسلندر انا جربته اليوم يعني صراحه يتم فتره حلوه يعني مش نفس التثر. شوف انت الحين روح وارجع. شوف انا بشيل هذا خليه انت شيل الاخضر. اوكي احسن اساس ما يتمكس يضيع علينا. مع اني بغامر تحت ابي اشوف شو سالفه السفينه اللي تحت.
والله يباله. بس ما تشايت هذا فنون. بس يبالنا ما يبالنا ماتس. نحن الحين صدق محتاجين ماتس ترى. قم شغلات عدلة كومباوند وها ما نبع عنا وايد. ايه عنا عنا دبليكيتر سوي شي اربع نوت. اي واحد هذا اللي نحطه سامبل نحط سويل فيه. هاي اكستراكتر اوكي. الان برا موجودة اسمعت. مين في اخضر بعد؟ في وايد تيري هني. اوكي هني. اي نحن صح؟ هذا اخضر ترسخ لي. اوف طريقة. اوف اوف ايوه ريسيرش خليل حصل كفو يوم يعق عندك شو السالفة. اوف اوف يمكن مش العب عادي اقول لك هلا هني الطيحة والقبرة شل شل ما ما اقدر اشله في نص الهو عالق الخايس. انت قاعد تسرق مني ها؟ اللي يطيح يعني هذا اللي في النص اللي هو قاهرني. كيف ترتيبه؟ ما في ريسيرش ورا هذا؟ هذا جبت واحد انا حصل هي بس نبى بعد ترى نبى ستة نحن. هذا جديد المكعب. تعال 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 هصب تعال هصب. لحظة 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 في شيء هني ها شوك هذا ما شليته كله تصدق شو؟ مقلتش المكان هنا ها؟ تعال شوف من كثر ما نحفر مقلتش. بس في قدام هاي بالفسو عرفتم؟ ايوه هذي وندقم هاي تري بس لا تموت ترى انت جاي فوق غاز اخضر جوك ببجي سيرش بعد حصلنا هذا اخر الكهف ما في غير كومبوند يا فحرام حطي هذا هني خلنا نشل التثر مالي ما يستاهل هالمكان تثر بثني هيا سشل التثر مالي الحين بيه هناك يلا لحظة لحظة عنا سوي لحظة لحظة عنا سوي لحظة ويت انا اقول خلنا ننزل عقب لا بعد ترى وايد بعيدة والله صدق عنا سوي الكراحة حق شو هو جمعت الاخضر لول والله جسر مرتب ها ردينا اي والله ردينا خلنا نشوف هني تحت تحت نزل شوي والله في ها ريسيرشني هني 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 وين اقول لك ننزل صح ولا ذاك مكان ثاني بعد وين لا لا مكان ثاني هاك لحظه هذا ما يستنسوي الجسر لتحت بدل ما كل شوي نهدم لأنه وايد بنحصل سويد يا أخي خله إيه خلاص يسوي تركبه هذا يباله لا يباله هني يتعدل بس هلا زي سي سي تنقل زي سي عندك هاي له ما تشوف هني المكان أخضر ما تعرف وين هناك الأخضر ما في شيء هنا مكان سريحة ها شو الحين ريسيرش يعني صغير شو ها شو حصلت في اثنين ريسيرش هنا السنة في امونيوم امونيوم ما نبغى
بعدين من يمه ولا اوكي حصلت شيء يعني اوكي حصلت ماتيريال انا بيبهم عند التثر زين اوكي هذا شيء يطلع منه بخار شو اسمه انا هل ليش يطلع منه بخار بس حصى عادية يطلع منه بخار طف شيوك حتني يا ريال يا ريال حاسب والله زين اوكي حلو بسير بشيل الالمنيوم انا قلت اوكي انت شيل الالمنيوم انا قاعد اجيب ريسيرش اللي حصل هنا عقه عسى بعدين طلع فوق ارى حصلت ترستر اظني بعد انت وين الريسيرش اللي حصلت انا توي بترين فوق في اخضر نيكليتا ها صغار بعد الريسيرش ما نبغاهم ما ادري والله انا ركضت والله يمين نصر بس ادور في هني في امونيوم هني بعد وين الامونيوم بالفسو هذا حصلته لحظه شو هذا اللي حصلته ارقام فولت انا ترى شوي حصلت واحد ميت نصر عنده تثرس عنده سمول باتري عنده سمول جنريتر عنده ريسيرش سامبل اوه ريسيرش سامبل اوه زين مره مشيل ولا شيء منه عنده فاير ووركس خلنا نزله شو رايك انا فولت انا انا بعد اولموست فل مش اولموست انا فل في الاخضر هناك سلطان هذا ال ما في انا لازم يصير فوق انا نودي ريسيرش ويانا مره واحده زين وشو نسوي نعقن في السياره شوف ايش كثر الغاز يتم الاول كل كم يا ريال تم والله طلعت اوكي ايش تسوي تطلع يا ريال ارى هذا لا اله الا الله شو كنت اقول لك ها سيده عند البدايه ردنا ولا شو لا قدام البدايه يسار صح ايه يمين لازم نلف يمين اظن هني اشوف الريسيرش انت عق اثنين الريسيرش هني اوكي هي عيال هني الرده لف يمين يمين فوق اللي تحت كان يا اخي لحظه احنا جينا هني هني خليل بس نتبع هذا هناك يسار صح هناك ورا خربيت سنين الضياع تر تر اسمع اللحن قسم بالله تعرف لحن مال مساج شي يجيب لك رقاد مسامحة ويلس مين اخذ ضاربينه سيدة هني فوق ما في جوتي شي يخليني اركض بسرعة يا اخي تعبنا مالك تريبورت شي والله بس نروح الكوكب اللي بعده ولا طاف نسوي فول ريسيرشز بعدين حاسب بالفسو اللي على اليسار ترى ما ذبحناهم بس والله هالبيكن سوى لنا شغل على طول دليناه زين شنطتنا الشخصية مفروض نقدر نكبرها تبى صدق انا هاللي اعترض عليه من الحين شو شليت انا لحظة انا ليش عندي هذا استعمله سول انا شليته بالغلط هذا زين هذا مال باور مرة مفتك منه لحظة ليش؟ انت عندك بيكن بعد غير انا عندي بيكن بس مو باور بعقه في الشاحنة شكل تعال ننزل يلا بس هالباور مش قادر افتك منه ها لازم اكمله هذا يوم بيطيح شو اسمه عقه ترى هاللي راح اسوي الحين في فوقنا رزين بعد وين نحن هنا ما هني؟ هني هو صح هذا الدرب شي بس نزلنا من الصوب الثاني صح؟ ها
نزلنا من المكان بعيد يا ريال اللي ما له داعي تعرف. لحظة كان في اثنين ريسيرش على الدرب صح هني؟ وينهم؟ طب هني سلطاني خليل. خلنا نشيلهم ونوديهم دوم نحن هني. عشان يمكن حصل ريسيرش ثاني ما نرجع 17 مرة. هني كانوا هني هني ولا ما ادري والله يخرب بيت المكان اخر شيء طلع من رومان حصله لان الحين على الاقل نمشي ورا التثر يعني لو ان التثر يضيعك شوي ها الصب ما تشيك يعني اللي تشوف في وايد كائنات ترى اظن عيني غريب صوت عاصفة في وايد ماتيريالز في المكان يا اخي هذه لهم ثاني احش اللي يتذر عادي بيرجع بيرجع المكان هذا الكهف اللي طلعنا منه والله ما اعرف شكله بدخل الكهف في مكان ثاني الحين هناك الباب القريب احسن على الاقل سهل نطلع وندخل عرف شوف هذا هني الباب شو الباب الثاني هذا فوق هني هني شوف وين هذا فوق شوف لا 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 في باب الكهف ثاني من وين نحن هنا توا اي واحد اول ما تنزل وين باركنا سياره تحت على اليمين في مدخل الكهف عاصفه برا على كنا في العنب حصى ونموت ما فينا وبنعق على الباب شكل بنروح هني على اليسار شوف نزل على طول الكهف ايه بس يبالها شوي ترتيب النزلة شويتين صح يلا روحنا ليش شليتهم هناك؟ حطيته خلى شكل يعني شكل قدام ورا شكله مدعمية صب صح تعال هني لازم ننزل هني اقرب وايد يا ريال اوف محفرين نحن هني لحظة خلنا نشوف مش نفس المكان هذا مو بنفسه بس خلنا ندخل نستكشف هذا شو رايك؟ اوكي هذا قريب في وايد ماتيريال بعد هذا الكهف بكبره نحن مسوي له جرايند الحين يا ريال ايه هذا سيده شو اسمه زحلقت زحلقت تحت تشو لا طبعا انا اموت خسي كيف بنركب فوق الحين شو كيف تركب فوق مو يبغى شيء ها سوي لك شارع غصب شي انزين ضرر ما هذا انا من الصبح قاعد اسوي شوارع غصب وقفت على هاي يعني ها الحين بيبلك تتر بعتريه سوي لك تتر وياي بس هاي الشارع مش غصب اللي بعده يعني انا فتحت فتحه جديده في الارض وين طلعت انا؟ اوكي طلعت ورا التتر مالنا يا ريال من كثر ما محتاج اسوي درب تعرف؟ بس اسمي الزحليقة استوت؟ لا والله ها بس شي عقها راندم انا طاب ما اسوي لهم سالفه تراني ايه ما قاعد اقايس وهندس اوف ها شو حصابه نفسجيه خلنا نستكشف شو تحته والله حسيت فيها ريسيرش هاي اصلا روحها يعني من اول فيها بوينتس
ابي نحطيها على طلعة الكهف. في حصي بنفسجيات صوب ثاني بعد بس بي وياك. خلينا مع ريسورس ريسورس. في وحدة هذه يعني. اوكي. مو خلصت الثرمال يا حاسب حاسب. اثنين ريسيرش فيه. تحت الثاير اللي دقيتهم تو تدري. ترى حاسب ها؟ يا سنقع الدنيا يا. بس هاي ما يطلعن وايد شوي يا اخي. هاي اللي يوم تصير عندهم شو اسمه؟ يدق انك دمج. اي طلع سبايكس. بس هاي ريسيرش. اظني مو نبغى ريسيرش. تعال 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 نصر نصر نصر. نصر تعال تعال تعال. تعال 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 تعال. يجي هذا ذكر تعال. تعال خذ لك هو تعال. خليه لي هو تعال. انا ما اعرف شو بس اشوف شيء من بعيد. شيء انترستنج. ما ادري شو خذ لك هو تعال. حتى ما يبغى له عندنا سلندر. ما ادري اشوف حدايد. قلت اقول لك تعال استكشف بس. ايه هذا والله. بظرات هذا خلينا نذبحه. شوف. سلفج. هني. ها شو؟ هذا سولار بانل خليه نروح نحطه في البيت تدري؟ قول والله. ايه. وين سولار بانل العود شو؟ لا العود لازم شو اسمه وج كان شله الصغير هذا مو مشله هذا شو؟ هنروح نشله نحن؟ ايه. حتى هنروح نشله بس لازم. شوف شوف بعد في شغلات قاعد تطلع كل ما احفر شو السالفه؟ شوف سلفج هذا. انت وين حطيت سولر اللي اتكلم انا هذا هو. ها مش هذا. سولر ها حديد لا حسب ما سولر يا رب. ها هذا هني بعد خليل وين اطيح شد وين تبغى تجيبنا انت ايه. لا مرة من القرصة شيء؟ أقول لك إذا مو بلي فليذهب إلى الجحيم. بعقة. هذا سولر محترم خليل صراحة. بعقة. جامبو والله شكله شيء محترم حرام عقيته. في ريسيرش في ريسيرش هذا هذا ريسيرش 8000 اللي أخذته آخر مرة. شله؟ يا ريال؟ إيه. انا ارد نعبي هو شو رايك هو هذا بوينت تعودت على الدلع على درجه انه كنت ما طالع الهواء شت بديت اموت نصر سفوكيتنج سفوكيتنج لا انا عندي عاده اموت قبل المتر ما يريد شوف ساعة لين يعبي هو تشوفه؟ ايه عبه بس بنشل اثنين ريسيرش مو عندنا مكان ثلاثة ايه ادري بس عقه هني عقه هني وبرد هناك لا هذا هذا بشله الحين بنشل اثنين ريسيرش عقه هني تعال خلنا ناخذ الريسورس تعال نشوف قاعد اسوي لحظة ما في كومبوند قريب؟ ابى اسوي تيثرز ما شفت كومبوند كله فوق صح؟ الأغلب هذا واحد ميتني شو عنده سامو؟ عنده تثرس عنده تثرس اكستندرز نايس شلك عنده دارت سامبل شل بيكن شل الباقي نقع خليل عطه بنقع الكهف دعم الإدارة الغبي ايه خلنا نسير بتثرس هذا هني غريب بعد تعال شو في هناك شوف شو في هني هذا راعي السفينة اللي موت ها ايه وين خليت التثرس انا هذا بس شي التثرس سبون بس شي تعال ايه ريسيرش بي سوي ريسيرش هو تعال تعال ها شو سويت فاير ووركس ديناميت ديناماي
شليته فجر الكهف شوف. هذا كيف طاح داخل هنا؟ خاطري اعرف، مع ان السماء مكان ثاني يعني مش موصول هنا، انا ما في حفره في السقف شيء بالضبط. ها كيف كان شكله؟ هاي شكله مكثر والله صدقني. زين هاي هاي تخليهم عايشين انت ولا ما يأذون ما ينفخون شيء؟ تعال بعد في صحن. في وايد هني شو اسمه يا اخي؟ شو هذا بيربيس؟ سالفه هذا. هذا نفس ذاك اظني مو منه فايده تعرف؟ خليل تبغى اكستندرز ولا؟ سندرز ايش يسوون؟ اظن مال كهرباء شيء. هات اذا شيء ممكن استعماله هات. اوكي. زين وفي بيكن، بيكن با ولا؟ حسب انك قاعد تكمل غاز هنا. بيكن؟ اوكي. بيكن عندنا تحت هناك. ما نبغى رخيص ما تبغى. لان في ماتيريال دني ما شاء الله. ايوه لحظة. هذا ريسيرش ثاني محترم. بنشل هاتو ريسيرش ها؟ هاي البرايورتي الصراحة. هذا شو سلفشت؟ شوف هالريسيرش هاي اللي يبون وايد بوينتس وايد وايد. اقول لك واحد نفس هذاك بالضبط اللي شليته 8000 بوينت. ايه وين ريسيرش 8000 بوينت تم شغال. هي والله فنان يعني 8000 بوينت ترى وايد يريحك، ما تروح ترد تروح ترد تروح ترد. بولت انا هذي عندك مكان؟ هي انا كله بور بفضي عادي، بس انا جالس ادور ريسيرش لان هناك انا صرت وايد سالفج يا اخي وايد سفن. انت عق البيكن، وين انت عق البيكن؟ ايوه هذا البيكن، اي بيكن هذا عند البيكن. انا هني من الصبح قاعد الفلف انا. هذا ريسيرش ثاني بعد حصل. وين؟ اثنين بعد مش واحد. لا انا مش هذا محصل نفس الدرام. ايه لا هاي الكلام برد لهم عقب تعرف شي بنشلهم ويانا. انا مش تراستر. تراستر نبه بس اظن اسوار بالخزة خيبة. بعد الكهف يروح للتحت وات ذا فك. تعال خلنا نستكشف شو رايك. برد برد بس خلنا نشوف شو فيه لين متى بنزل تحت. ما عندي شو اسمه غيره. شو في ريسيرتش نبي الهبل. عندك كمبوند؟ لا انا مفول. شوف شوف هالشنطه عندي كيف كلها شو اسمه. بس لمتى بننزل؟ خيبة الورد وايد عود هذا. ها ديناميت تحت حصلت ريسيرش بعد لحظه. ديناميت ما رمش الا لا رمش الا. اوكي ريسيرش تحت ما في شيء ثاني تحت. وصلت اخر شيء انا راجع لك. حصلت ريسيرتش ترى. وات ذا فك استوى دربين. انا من وين نزلت؟ عند التثر سنيني تشوفني والله ما تشوفك. كمل 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 فوق. بعد في تشعبات تحت يا اخي لعبة ضخمة. ثلاثة ريسيرتش ايوه هذا الطرف فيها تحت. انا اكثر شيء بعد ريسيرش اكيد. اوف طلعت مكان ثاني. ها اوني والله اوني درب صحه اوني يا انك. لا لا هنا هنا صوب ثاني. انا صوب ثاني طلعت اقرب طلعت عند ثرستر صوب ثاني ما اعرف كيف طلعت عند البيكن اللي فوق انت عقلنا. اوكي تعال رد نفس المكان خليه يساعدني يشيل هايره. وين انت؟ نفس المكان اللي نزلنا فيه؟ ايه وانا ببينلك من فوق ترى مش من تحت. ايوه هذا هو. وصل هنا اخر شيء؟ ترى وايد ريسيرش مره بنسوي ريسيرش هذا كله. لا لا بنوصل بنعقه هناك يا رجال. ما
بنرد العقب مرة اللي وايد بنرد العقب عرفت؟ هذي لاني ثلاثة بعد هي بس ما رمش الا واحد يا اخي بعقهم تحت هني تحت عرفت؟ نمر ثاني بس ننزل تحت نشله ونطلع فوق عرفت خصي؟ وين عم طلعت التثر؟ حتى هاي بغير مكانها هاي بعقة هني خلنا اهم شيء هاي الدرامات درامات اهم شيء ترى بعد في صوب يمين الكهف في صوب تحت فوق يمين يسار ما اعرف كهف عود اكبر من العالم العلوي يا ريال والله طبعا لو نحفر فوق ونوصل البيت ايوه والله في احتمال تصدق احتمال كبير يا اخي يبغانا نحفر عند البيت وننزل تحت صراحه بس هنا شيء حلو كهوف جاهزه وقت يوفر عليك خاصه ان سياره تنقل يعني بس الحين بسوي ريسيرش عود عقه هني وروح حركه النمله انا ترى وديت معظم هناك انت تتعقم هنا اوديهم عند التثر اخر شيء تحت عرف لان هنا قريب بنطلع فوق وبنسير اوه سويت ريسيرش انت ايه تو حصلت عندنا 3000 بوينت ريسيرش والله زين الحين نقول شو قلنا بنسوي ترك العود وبنرد مره ثانيه المشكله ما في ستورج اكبر بعد ايه بس عادي نسوي كذا واحد يعني عرفت نقلصهم كلهم يعني نسوي قطار بالضبط خلاص ها كل الريسيرش ولا بعد فيه لا بعد فيه ثرينا ول عاثرة زين انت سير هاتم هني لين اخر شيء انا ببدا اطلع فوق اوكي اوكي اسمي فيها مكدة يا ريال اللعبة هاي يا حبيبي ما ضبطت معي الحفلة عدل اوكي يا حبيبي عليه فصل تثر سنين ترى فصل عندي قول والله الحين بنزل تحت بس بركب هاي يعني تحت اوكي هاب فل ما في مكان يا ريال خلينا ننزل نشوف التثر وين فصل لان توي سويت اعمال حفريات شوي يلا جاينك يا حبيبي وين فصل واحد اثنين حصلته بس ما عندي تثر ثاني عقه شو السالفة الحين خلنا قايس الحين شوي وين انت مغطي التثر ما تشوفه هذا هو يلا نشل شو السالفة لحظة اوكي وصلت هنا انت شليت اول شيء الدرام صح؟ ايه هذا اوكي ممتاز عقه فوق حقيته فوق اليسار بس ترى ما يم عقه خليل عقه بس ما ظني معنا ريسورس وايد ترى انا مفول الحين هذا المنيوم شوف اذا الاستورج هناك في مكان عقه زين ايه بس مرة بس شو اقول لك اذا في مكان برد نفرم شوي الكهف وش اسمه والله وايد اوفرها بطريقة توفر وقت يا ريال محترم صح اما اسميك شليته من ايدي بعد هالمرة والي الكم ريسيرش وبعدنا ما سوينا شيء ايه بعدنا ما دورنا المكان عدل صح
شليته هذا شليته اوكي يلا اول مكان فوقني يا ريال عاد فيه؟ لا لا اخر واحد ابن الاسود يلا يا حبيبي كيف مرصوصات ما بوديهم فوق هاي بس خليها هنا بس بشل الدرم يلا شوف تعرف شو بنسوي خليل شو شوف شوف بخبرك شل واحد تبغى تشل الستورج ومكان الستورج تركبه ما له داعي تعال هذه طلعه خليل ما يبغى له شيء عارف بس اني بنحطه خلهم عقب بنفجرهم خلهم هل بيكن خله مكانه عرفت؟ ايه في مكان ريسورس انا احسه فل المكان يا ريت ما اعرف ليش في مكان في مكان وايد في مكان على ريسورس خلنا ننزل نفرم تعال يلا لحظه تعرف ان الحين اصلا هالكهف يسار نحن ولا قربنا صوبه؟ ايه اقول لك مو بس شي خليل يركب حتى في شو اسمه لحظه نسيت احط الديناميت فوق يركب في شو؟ يركب في الستور بعد شو؟ لا 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 انا غلطان عندنا في عندنا وايد ستورج وايد ستورج عندنا شوف ورا هي بس نبى ماتس نحن خلى نبى الومنيوم وكبر انا تفضيت انا حط الديناميت فوق توه اثنين ديناميت عندنا يا حبيبي على السكيتنج اللي سويته يوه خلنا نسير خير سيرس كيف طايح قدامي خله هني خله يخيس هني بنفرم تحت ولا فوق تبا فوق هذا المكان مفصول لحظة اوكي تعب نزل تعال كمل تعال والله ايه خليني بس ما شفت ريسورس انا وايد هنا انا شفت ريسيرش وايد تبسط في انا شليت هذا الاخضر شو اسمه مكان واحد شلينه بس لحظة شوف هناك ما رحنا تعال هناك ترنا وين اللي طيحنا الحفرة العودة طيحنا السفينة ايه صح ايه كمل هناك كمل هناك خلنا نمسح البقعة دام فيها تترس وفيها كل شيء جاهز ليش ما نترس هالبيك انت شوفه ما في فوق يا اخي وايد عنا حصل فوقك يا ريال ايه شوف هنا يا ايه بيوم ريسيرش بوينتس يا ريال خليه ولا ريسيرش بوينتس الحين عندنا مليون ريسيرش الحين انت محاطة ريسيرش بوينتس صحيح والله انك فايق والله اسمعي ها ريسيرش ناسينا هذا اظني اوه انا واقف عنده خلي ولي اقول لك عقب ما شاء الله عنا وايد هذا اغني ماينا سوينا شو اسمه خليل ما حفرها صوب واحد بس ما اظن يحصل في هذا الشيء هذا كتر شكله الرادار احس مو منه فايده خلاص في طلعه صوب ثاني من الكهف هناك يا حبيبي اذا طلعنا مو بنرجع سياره صدقني في هني هذا خلينا نشله امونيوم لان الحين عندنا وايد ريسيرش اكيد بنفتح جنريتر الحين ايه هذا هو شو اسمه فوق شوف خليل شو المنيوم والله اظني لو نحن كنا ندور فوق حصلنا وايد بس دام انه تحت نحن زين ان نخم البقعه وايد زين ايه عشان ما نرجع مره ثانيه تحت المكان الكئيب هذا
وقع عصفة هني ليش غبرت تستهبلون؟ زين هني هني تحت اخرين لحظة عندك اه بضرب فوق هني في اوه حاسب بضرات ورا كله بضرات هني ايه بعد في كهف ثاني شو هالمكان ترى عبارة عن متاهة كهوفة بعد الريسيرش كالعادة شو تحصل هنا على غير الريسيرش من البطرة لا بس زين زين بيبه بيبه بصير بعقه عندك بشوك وايد زين ترى بشوك عند التتر في دربنا مش لو نحن نازلين عرف نصور شي ما بنحصل موارد هنا بنحصل ريسيرش نعرف انه تحت ريسيرش بنرجع يوم نبى ريسيرش شو رايك قل خلص الفتكر اقول مرة واحدة عرفت دام انه خلاص اول مست يعني دام والله ما ظني اول مستن ولا حتى قريب لان في صوب اليمين لحين ما رحنا والله صوب اليمين لحين ما رحنا لا هني نفس المكان يمين الكهف ما اخذنا يمين لحين ترى والله ما اخذنا يمين بعدين انت تو انا لحين انت تمشي فوق كهف وروح حصلت الاخبار خليل اي ادري بس حصلت شيء تعال فرم خليل ما عندنا تثر زيارة في هالكورة اللي مو منها فايدة خليه يولي هذا الاخضر شو يا اخي من لون الارض يخرب بيته موه كاموفلاج صح اوكي ريسيرت صغيرة هني بعد انا يا سفر من الاخضر خاطر اعرف كيف ريزن طايح على الارض والله صدق ما قاعد امزح بس امشي قدام شوي شوف ليش بور اوكي هني بعد في ركت ثاني خليله ماينا نصول نصول اس نصول او انه نصول طالع الاكسجين مالك ترى صح والله تعال نكمل هنا كان خليل في ركض خليل وين الدرب يسار تعال كايلة. تعال هني يسار تعال شيل هاي الاكسجين اللي على اليمين ابو مو تمسى اوكي تنقرا الحين تعال تعال تثر قريب ترى اذا ما عندك ربع يكفي لا لا والله ستة وايد حمسك السلندر اشوف خلاك تروح اخر الدنيا ايه بس تعال برد هناك حكسوه هناك في ركض يلا ديناميت حصلت شي بعد ما نزلت يعني نايس تحت ولا فوق؟ سيدة بس شي نكمل هني سيدة وين احنا سرنا توا؟ بس كمل سيدة يلا وين فرمت انت البقعة؟ يمين الريسيرش طاح من فوق يا ريال اقلع يا ريال هنروح هذا ريسيرشني بعد في واحد تحت هناك والبعيد شوف كيف مكبره يا ريال ايه شوفني هذا ريسيرش واحد طلعه نصور بس ركت هاي بالا صدق فارم يا ترى شو ايه شوف هذا الديناميت هني شوه شله الديناميت شله عندك مكان ولا ما عندك؟ ها سلاحة ما بيكون في شيء نحصل هذا الريسيرش الصعب ايه فيه الريسيرش الصعب فيه؟ ايوه لك
بس خلنا نرجع. والله والله بموت. خلنا نرجع. كثر الريسيرش شو؟ هذا في ريسيرش صعب ولا؟ في في أكسجين يا حبيبي، ما عندنا أكسجين. خلنا نروح. الأول والله خسي توصل ربع المسافة. نصور نصور تعال. إيه إيه صدق لازم أروح صح. ترى شالين الأكسجين اللي عدربنا حنا يا مسلم. شلوها واحد جاك تعال. بتموت شكلك. ايه خلني اعقه واركب احسن. روح خذ خذ اكسجين على الجدار. الله الانقاذ اللي على اخر ربع ثانيه. زين لا تطيح في الحفره. تعال حولها تعال. دخيلك لا تطيح في الحفره. مو بوقتها. اح ابدا. خلنا عقل ريسيرش. برجع لك يا ريسيرش. سوري اي لاف يو بس نوت نو. شليت 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 ما عليه. واه رامبو. زين وصلت. يا حبيبي يا حبيبي يا قاقل يا حبيبي بتيب ريسيرش. ما ما اقول لك خلي ولي ذاك ريسيرش فيه في دربنا مش قادرين نشل بعد. والله الحين نعرف البقع نحن ترى. اه في في هوند هدا عدلنا مره مش اللعب مقلت عندي قلت شل انت شل مره مش اللعب. انا طحت. شو صرفته ما ادري. هل ينشل؟ ما ينشل. شوف شله مره مش اللعب. شليت شليت. اوكي يلا خلي عندك خلي عندك. برد برد عقب حق ريسيرش. بس ما 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 تف ما اخذنا ماتيريالز. انا كنت اعرف لو نزلت تحت ما اخذ ماتيريالز. انسى. عرفت؟ حصل له شويه. انت جريدي ريسيرش ما اعرف ليش. بس هو ورث صراحه حق هذا الحبه بس ورث اظني يمكن. بس وايد ركش تحت. يعني انت فوق الناس ينزلون من السماء بس الركش تحت الارض كيف مثلا؟ صح ريوس يا ريال حسسوني انهم فقع يا يطلعون من تحت مش بالعكس. صح والله صدق. انا ما بقعد اريب مليون ريسيرش صراحه. اي شغلانه قلت بصراحه. عندنا تعرف متى متى لازم نيجي نشله؟ عقب ما نجيب الموتر العود في الترسي هايله. هيه نشله مايل كلهم مره واحده. بس لا هذا شله ويانا. اوكي بس انا بس لا صح لا بالعكس بالعكس طلع صوب الثاني. انا ادور ماتيريالز. ليش اصير فضي اول احسن؟ تعال اي احسن تعال. زين شل شل واحد وياك بس شي نعقه قريب نقرب المسافه حق بعدين يعني. يا احبك نفس المدير لازم يشوفك تمشي ما عندك سؤال لازم يعطيك شيء. شو صدق طلع هذا نركب هذا الاوبشن خله شوي داخل اذا يا هو ما يفر بعيد. زين زين ما يبنى ماتيريالز بس اوكي يعني اوكي صراحه حصلنا اوكي والله. لا يبنى كميه حلوه الصراحه مش كثره. بس بعد يبغى باقي باقي تعرف كم سلوت؟ وايد باقي يعني شيء مال مره بس نفول خلاص اللي هو هذا. يلا تعال يلا يا حبيبي دائما انزل سلايد نفس المكان. تعرف شو سويت المكان؟ دفنته. شوف الحين ارتحت نفسيا. ها هني طلعتنا ترى لا تدفنها.
وين ماتيريالز؟ هني شي ماتيريالز سيدي ولا؟ ايه مش ماتيريالز، مكان على الفاضي، من دي جسر على الفاضي. لا عادي بنحفر، هذا ماتيريال شيء قدامك، طبط قدامك الاخضر. شوفه؟ اي بس مش شي انا افكر، انا افكر هذا هو هني. اتشوف وين رايحين من رادي ارا؟ هذا الاخضر هي. هذا الكبر. انا ما ينشب لي الا الباور كل مكان. ها هذا هو. الالمنيوم بعد. عندك اياه. بعرف من وين هي الباور اصلا. باور نحن نعبي يوم تسبك التتر تعبي باور بس تصرفها ترك عرفت؟ في امونيوم اشله ولا طاف؟ امونيوم؟ تو من ساعة والله شليت امونيوم مال ملل بس الحين ما نستعمله عقب بنستعمله بس شوف اذا ما حصلنا شيء بنشله يا حصلت بذرات العود في حاسب بو الفسو في عبر عني خليل لا تدشها اذا طحت سيده بتموت داخل مفقود وخارج مولود ادفن 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 فاخر القوية صدق فاخ اح 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 انا عبي هو انا توي عبيت يا عبي كبر اقولك حتى ستاك واحد ما اعطاني تدري يا ريال تعرف اني الحين قريب افول و من مالتشايت اصلا والله انا مفضي يا ريال مالي اروح بس انا مشكلة البقعة مالي ملغمة بالضراط بدقهم انا بدقهم مالي دقيتهم دقيتهم اح دقيت اثنين يا عاسبه اوكي اشوف الزرطه الخضراء جايه وراك اللي اذا فولت عطري عندي مكان وايد تعال لقط ورايا يعني بيطيحون الحين انا فولت ريسيرش بعد حصل اوف لا 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 حاسب طيح حاسب طيح حفرت الى اللانهائيه ومن بعدها زين خلنا نسير عبي هو لحظة ها بطيخة يا بنته ايه يح ابوي ابحث القح اقولك انا فولت ترى عق 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 تعال وراي يمع وين عق لحظة خليك خليك واقف خليك واقف وقف عليه لا تحرك طحت ابو ها شوف تحرك انت تخاف من الابره شكلك يا اخي ما يركب عدل وياي تبسط والله بعد في مكان؟ لا خلاص ما في مكان لا بس اتاكد يعني ما يركب في سلاحك من مكان عرفت؟ وين تبي كنت تحفر انا؟ هني هذا هني ولا هذا هو ايوه هذا هو هذا هو هذا فول المكان دوم عليه ما حمل كنا غيرك ليش تدبلني انزين يا اخي عيب عليك قبل شوي حفرت لين شفت ال قام يطلعوا لي دوار في سيرن ولسه ها ها البيكن اللي تحت عقيناه شوف قاعد تشوفه ايه اوكي انا اظني ان فكره غير سديده اني احفر اكثر اسوي حق عمرنا فخ من حفره حفره لاخي اح هذا ليش ما ذبحته وراك يا سم فخ غاز فوي هنا خليل فيها لمليون وراك
زين نحفر يمكن يمكن بس ما في تثرز ما في تثرز تعال ابو اكسجين اكسجين تعال اكسجين بيجي وياك عادي لحظة لها تعال تعرف شو انا ابو شغلة تريا لا لا تعبي تريا لا تعبي لي خليت لك مكان ترى هني تحصل كل مكان كمبوند عرفت ايه تعال وينه صح ساير انا يسار يسار لا لا دفنته ولا انت كنت الحين واصل عند البيكن ميت ما خلصت الثرمال يلا بس اوكي يعني الحين تشوف بدايه التثر عرف انت بتشيل الالمنيوم يا ردي يعني عرف بضرتني احق على ضارط وابك وابك حاسب في ضرطه جت انك من اليسار فولت قليل ايه فولت انا قاعد اشرج من الضرطه لحظه بعدني يا سكيتها في المنيوم غير اشله اقول لك خلنا يطيح هذا خلنا اشيل المنيوم لحظه خلنا اشيل المنيوم بس خلاص فولت هذا طاح فولت انا فولت ما ادري وين طاح بس ما يركب في السلاح ها؟ يلا روحنا تعال بس خلاص قاعد يطيح لا انا عندي مكان ولا انت عندك مكان ليش هستعقه انت بطران بشله في ديه وين راح بس اشوفه بشله في ديه توي شفت يطيح هني تحت الارض اقول خلنا نروح يا خلنا ينقلع ها والله بس خلنا نروح البيس يا اخي مليت من الكف هذا والله جوي طقع من الكف من متى قاعدين نحفر يا ريال؟ اوكي هذا ريسيرش جاهز يعني لازم تاخذه يعني عرف؟ مو عشان شيء يعني بس عشان لازم جاهز عندنا 600 ريسيرش نحن جايبينهم بس من ورا هالسالفة هاي وين وين كان هني كان تعال صح وين كان وين دربنا هذا الدرب مسدود هذا تحت الكف اوكي هني يعني حفرة من حفرة حفرة للمورد يوقع فيها أيوة هني تعال هذا الجسر الثلا وقع ده أوكي وين سائر أنا وين بعد والله تراني ما أعرف وين رايح ها أخبرك بالصدق ها توي خليني توي اخذت الريسيرش انا هذا الصوب زين لا خلص ورا الدربني ترى قبل شوي كنا هني يا اخي شو فيك؟ ما في شيء يخلي لنا علامات شيء درب اسهم يا اخي وانا نشيل البيكن اللي تحت نحطه تدري حتى لو تشله ما يبين متاهات يا ريال احنا جينا من فوق هالجسر حلو؟ زين وبعدين لا ما ينام من فوق بالعكس الدرب الصوب الثاني انا ضيعت نفسي يا ريال ايوه هني اظن كان بيكون مفروض
نغير اسم اللعبة إلى جرح الزمن. آه أنا تفتك. إيه. طين. وراك أنا. حصلته؟ لا بس أظن هني. تعرف ليش وايد بيكن عنا؟ أنتي. أيوة هني هني. أيوة هذا هني. خرب بيت البقعة. يا زمن يبغالنا جوجل ماب هنا صح بقربهم هاي للريسيرش طبعا انا صح بعدين صالحين قد عرفت ترى مبونا وايد كبر عنا في مكان حق قطعة واحدة بس ترى داخل انا فضيت كل شيء هناك ترى ترى يمدينا نشيل موارد اكثر ها ترى في مجال ناخذ موارد اكثر وايد ترى اقول لك في مكان وايد اصلا خليل تعال بخبرك كيف شوف هذا وين راكب تعال وين التخليل وين شوف هذا الموتر هذا ها واحد الكهرباء شوف شو مركب قدام شو درام حاط شوف لا هذا شوفه ولا وين ما انتبه كيف حطيته هنا الالمنيوم ها هنا بعد حطيت هذا ستور بعد هي قول والله يستي ايوه يستي بعد ورا شوف اربعه يعني نقدر نحط اوريدي فيه جلب شو اللي جلب هذا بس يركب عليه بس تعبت من الكهف ما بنزل حق موارد خلي يصير هناك نسوي ريسيرش والله تعال يلا تي طقع جوي يا ريال من شغله يبولا ريسيرش يا اخي يلا بس لا دام تشوف تدوم هذا مش عشان انا هذا بس لانه في مكان يعني في مكان على الوجه يعني عرفت في الدرب عشان تطي فاضي فطق على جوي شوي عرفت ما يضر شويه ما يضر نفس العزايم يزيد ولا ينقص عرفت اسمي ياس يطلع رزن يا ريل قمت احفر تحت اكتشف في وايد غير بعد تعرف فضيت على شنطي بعد عاد اذا حصلنا شيء بنشله اوكي ده اذا شيء اوكي لازم عدب بس يعني انه نحن ندور تحت والريسيرش مو قاعد يستوي يعني هذا لو حاطينه في ريسيرش سنترز كم بوينت عندنا الحين عرفت يمزح صح؟ اوف شياف صح؟ اقول لك وين اخر واحدة؟ جلبتك جلبتك يا وين 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 اوه انا طلعت الكرسي بالغلط شو السالفة؟ انت تشوف السيارة ولا ما تشوفها؟ انا تبغى قاعد تتجلب تقلج انت نفس الشيء عندك ها ايه قلشنا اللعبه هذي حاول اسويها غصب يا ريال نسوي الحل هذا انا ما
المخشب عندي طالع نزل الكرسي رمو تشل الكرسي لا أفضل يا ريال انا هنتفه قاعد يدور بس ترى لا تقول بنضرب خط لهناك الحين ها؟ والحل جرب جرب تشبكه ركب الكرسي انا لول استوى تاير طويل صح؟ لا الحين راكب انا مستريح يا حبيبي انا اقول لك ايش الحال هاي نهايه يومنا هذا يعني ترى